لم تمر 24 ساعة على اتهام السلطات السودانية اللي جارتها إثيوبيا بأعدام 7 من جنودها كانوا أسرى لدى إثيوبيا جراء الاشتباكات المتقطعة بين البلدين، إلا واتخذ السودان موقفا رسميا على المستوى السياسي وأعلنت الخارجية السودانية اعتزامها استدعاء سفيرها في أديس أبابا للتشاور وأيضا سفير إثيوبيا في الخرطوم للاحتجاج، وأن الحكومة شرعت في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية. أما على المستوى أو على مستوى الجيش فأكدت القوات المسلحة أن ردها سيكون في الوقت المناسب وبالشكل المناسب، وأعلنت عن موقفها الرسمي نتابعه معكم الآن. في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيون ومواطن كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناء. الشعب السوداني الكريم، القوات المسلحة السودانية إذ تتقدم بخالص التعازي لأسر شهداءنا الأبرار، تؤكد وبشكل قاطع بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وستقوم بالرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني سيظل غاليا دونه المهج والأرواح. أيضا رسالة سياسية صدرت من عبد الفتاح البرهان للجارة إثيوبيا بوصوله على رأس وفد عسكري للمنطقة الحدودية الفشقة، وهي المنطقة التي تشهد خلافا بين الجارتين منذ 50ميات القرن الماضي. العلاقات بين السودان وإثيوبيا غير جيدة تاريخيا، والأسباب ليست حدودية فقط، فالصراع في إقليم تيغراي بين قوات الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي سبب آخر للأزمة، وهو الذي تسبب في نزوح بالآلاف من اللاجئين إلى الأراضي السودانية. إثيوبيا أيضا تتهم السودان بدعم جبهة تحرير شعب تيغراي ماليا وعسكريا، وسد النهضة سبب آخر من أسباب التوتر بين الجارتين، فإثيوبيا تتمسك ببناء السد وملئه رغم اعتراضات دولتي المصب أي مصر والسودان، فالسد يحرم السودان من فرصة لتنظيم نظامه للري المائي والتعامل مع موسم الأمطار بسبب رفض الجانب الإثيوبي تقديم المعلومات الكافية كما يقول السودان. حتى الآن ليس هناك إعلان رسمي من السلطات الإثيوبية على المستوى الإعلامي، ليبقى التوتر الجديد يغذي توترات قديمة ويعمق الغموض في مستقبل العلاقة الإثيوبية السودانية.